مفاجأة هي هذه البلاصة اللي أنا متواجدة فيها، هي أول مرة غادي نعملوا فيها واحد ليفينمون اللي هي واحد البلاصة اللي فيها 1500 متر مربع اللي كيسميتها إسباس أوريون. سي أون سال اللي فريمون أول مرة غادي نصلحوها، والمفاجأة هي سيكو هاد المرة عندنا بلوس دو مانكان سور لو بوديوم، عندنا تخوا تيماتيك وعندنا لوم كي فا سوغتيغ إن شاء الله. جي في أون سول كاب أوم باش نقول لهم فوالا راه بيانتو غنبدا ندير ام اي فام. كيفاش كنتوقع ردود الفعل ديال الناس؟ كنتمنى يعجبهم، حيت فريمون خدمت على هاد لا كوليكسيون دو ا ا زد، فكرت حتى في الفولار، فكرت في لي غون، فكرت في لي شوسور ديال زينب العروسي. انا وانس ياسين فريمون حاولنا نخدموا هاد لا كوليكسيون اللي فريمون باش تعطينا واحد لا كونتينيتي دان ليستوار ديال لي لحديو. لا توش اللي كتميز هاد المره سي كو عندنا 3 كولور اي 3 تيماتيك ديفيرونت. كل كوليكسيون مختلفة على الأخرى، وكل كوليكسيون كتعبر على الرمز ديال المرأة مختلف. كاينه لا غلامور، كاينه لا فام كاجوال شيك، وكاينه لا فام افونتوريير اللي دائما هذا مي اون ميم طون دائما في الانوثه ديالها ودائما في الشياكه ديالها. فكرت ندير هاد لا كوليكسيون لجميع السيدات، يعني من الكبار حتى للصغار. ما عنديش انا اون تيماتيك سبيسيال غير بوغ اون فام، مي اللي غتلبس لا كاب خصها تكون اون فام اوداسيوز اللي كتزعم، اون فام اللي كتعرف شنو هي لا مود، لا فام اللي كتبغي لا فيمينيتي، لا فام اللي كتعرف كيفاش تمشى بلا كاب. ماشي كلشي كيعرف يتمشى بلا كاب، اي كنتمنى يعجبهم هاد العرض هذا.